مرموش رئيس حكومة المملكة المغربية الشقيقة ليتفضل مشكورا بإلقاء خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، معالي الوزير ريم الهاشمي وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي والمديرة العامة لإكسبو 2020، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، يشرفني أن أتقدم لكم بخالص الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال وحرارة الترحيب الذي خصص للوفد المغربي في بلده الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة. أغتنم فرصة تواجدنا كوفد مغربي على هذه الأرض الطيبة لأهنئ الإمارات الشقيقة على تنظيمها المحكم لهذا الحدث العالمي الكبير إكسبو 2020 دبي، الذي قدم هذه الدولة العظيمة بشكل مبهر وسوق صورتها المشرقة للعالم. إن هذا النجاح الكبير لأشقائنا في الإمارات هو مبعث فخر كبير لنا جميعا كعرب، خصوصا وأن هذه التظاهرة تنظم لأول مرة على أرض دولة عربية شقيقة، وفي ظرفية دقيقة يعيش فيها العالم تحت وطأة جائحة صحية، نسأل الله تعالى أن يرفعها عنا لتعود الحياة لطبيعتها إن شاء الله. كما لا تفوتني الفرصة لتهنئة دولة الإمارات الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الاحتفال بعيدها 50 اليوبيل الذهبي، راجيا من الله أن يديم عليها التقدم والازدهار والرخاء. تواجدنا هنا يشكل لنا مناسبة للتعبير عن الشكر الجزيل وامتنان المملكة المغربية الخالص على ما عبرت عنه دولة الإمارات العربية المتحدة ورفقة الدول الخليجية الشقيقة من مساندة قوية للمغرب لاستكمال وحدته الترابية وما عبرت عنه من دعم لمغربية الصحراء. أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، وجودنا اليوم بينكم غايته الاحتفال باليوم الوطني للمغرب في إطار مشاركته في إكسبو 2020 دبي، وما نعيشه اليوم لحظات استثنائية تحظى فيها بلادنا بتشريف مميز سيسمح لنا بالتعريف بتراثنا العريق وتاريخنا الغني ومؤهلاتنا السياحية والاقتصادية والعلمية والثقافية لجميع أقطار العالم. وبتكليف من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أتشرف رفقة الوفد المرافق لي بإعطاء انطلاقة هذا الاحتفال التاريخي باليوم الوطني للمغربي في دبي. أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، تعبر مشاركة المغرب في إكسبو 2020 عن التزام المملكة تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالمساهمة الفعالة في إغناء الحوار الجاد على المستوى الإقليمين والدولي من أجل مستقبل أكثر أمان وازدهار للجميع. ويؤكد المغرب عبر مشاركته في إكسبو 2020 دبي عن رغبته في المساهمة في الجهود المبذولة لمواجهة التحديات العالمية من خلال رؤية للتنمية المستدامة. ولا شك أن شعار هذا الدور تواصل العقول بناء المستقبل يعبر بكل قناعة على أن الرجوع إلى الأصول وتاريخ الأمم هو مصدر هام لتشييد المستقبل. لذا اعتمدت بلادنا موضوع موروثات المستقبل من الأصول الملهمة إلى التقدم المستدام للمشاركة في هذا المعرض الهام، تذكيرا بالالتزام الراسخ للمملكة المغربية من أجل التقدم المستدام
استلهاما من هويتها وتاريخها ومواهبها ومؤهلاتها، فضلا عن منجزاتها الملموسة في المجالات الاقتصادية والعلمية. في ذات الآن تعكس الموضوعات الفرعية لإكسبو والمتعلقة بالتنقل والاستدامة وفرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية تحديات يسعى المغرب لمواجهتها بجدية ونجاعة ضمانا لمستقبل أفضل. وفي هذا السياق يطيب لي أن أذكر أنه تحت القيادة السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، قام المغرب بتبني اختيارات قوية خلال السنوات العشرين الماضية، وذلك بإطلاق أوراش مهيكلة تنسجم كليا مع الموضوعات المذكورة. وأذكر منها على سبيل المثال للحصى: تطوير فلاحة مستدامة، تثمين طاقات متجددة، تحقيق إقلاع صناعي خصوصا في قطاع السيارات والطيران، وإحداث الموانئ وفقا لأحدث المعايير، وإطلاق الخط السككي الفائق السرعة، وغيرها من الأوراش الاستراتيجية الكبرى. أيها الحضور الكبير الكريم، لقد جعلت المملكة المغربية من جناحها منصة للإعلان عن هويتها الجديدة الخاصة بالاستثمار وتصدير المغرب الآن ماروكو ناو، التي تهدف إلى إبراز مكانة المغرب كمنصة صناعية وتصديرية في الدرجة الأولى ووجهة جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن المؤكد أن هذه المشاركة تشكل فرصة سانحة للتعريف بهذه المقومات وإنعاش الشراكات وتوضيط العلاقات بين الدول العربية والتعاون بين بلدان الجنوب تحقيقا للازدهار المنشود. يسعى المغرب للاحتفال بيومه الوطني في إكسبو 2020 بالمستوى الذي يليق به، ليحاول أن يعكس ما يتمتع به البلدان من رصيد تاريخي مشترك ومتميز. أرصى دعائمه جلالة المغفور له محمد الملك الحسن الثاني طيب الله طراه، والمشمول بعفو الله صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان النهيان رحمة الله عليه، على امتداد أكثر من 3 عقود. وسهر على تقويته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكل من أخيه الشيخ صاحب السمو خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات المتحدة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية، حيث تتميز هذه العلاقات المتينة بجودة ودينامية فريدة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية. وفي الختام نجدد تقديم أحر التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة على نجاح هذا المعرض الدولي، كما نعرب عن بالغ امتناننا للحضور الكريم الذي استجاب لدعوة المشاركة في تخليد هذا اليوم تشريفا للمغرب. شكرا لكم والسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.